يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل بعض الناس بقوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى على ترك النصيحة لمن يعلم أنه لن يقبلها، فهل استدلالهم صحيح؟ أول شيء من الذي يعلم أنه لا يقبلها؟ قد يهديه الله سبحانه وتعالى، من يعلم هذا؟ ثانيا لو ما قبلها هذا يقبلها الآخر ومن بلغته. نعم.